طيب النهارده ذكرى ميلاد حد عزيز علينا جدا، الاعلاميه الكبيره استاذه صفاء حجازي، صاحبه يعني مسيره اعلاميه طويله وناجحه على مدار السنوات الماضيه. هي معانا على الصوره. الحقيقه كانت اول اعلاميه تتولى منصب رئيس قطاع الانتاج بالتلفزيون المصري سنه 2013 او 2013، واول اعلاميه رحمه الله عليها تتولى منصب رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري في شهر ابريل 2016 في وقت صعب وفتره تاريخيه مهمه من تاريخ الوطن. وظلت في منصبها لحد ما وفاتها المنيه يعني بعد صراع مع المرض يوم 28 مايو 2017. رحمه الله على الاستاذه صفاء حجازي. الحقيقه الاستاذه صفاء حجازي طبعا لقبت بالمراه الحديديه، ده لان كانت قراراتها حازمه جدا لما كانت هي بترقص اثناء عملها في ماسبيرو. والتحقت الاعلاميه الراحله صفاء حجازي بالعمل الاعلامي بعد ما نجحت في اختبار الاذاعه المصريه، وبدات مشوارها في الاذاعه بحوار مع رئيس الحكومه وكان وقتها دكتور عاطف صدقي، ونجحت طبعا في تسجيل برامج كتير اهمها مع كامل الشناوي ومصطفى امين، وكان عن كوكب الشرق السيده ام كلثوم. اكيد طبعا يمكن بدايه السيده صفاء حجازي الف رحمه ونور عليها كانت مع التلفزيون المصري وتحديدا مع انطلاق الفضائيه المصريه سنه 90. دي بدايتها في التلفزيون المصري. بدات قارئه نشره، وبعدين قدمت برنامج بيت العرب للتلفزيون، وقدمت من خلاله باجراء يعني قامت من خلاله باجراء مجموعه من الحوارات القيمه والهامه والنادره جدا. صحيح. مع ملوك ورؤساء الدول العربيه، بالاضافه طبعا لتغطيتها احداث القمه العربيه او القمم العربيه اللي تولت عليها وانشطه الجامعه العربيه. وكمان ما ننساش نقول ان الف رحمه ونور عليها القديره والاستاذه صفاء حجازي يعني لا ينسى لها دورها الوطني المحترم اللي طبعاً قامت بيه في اصعب مرحله واصعب وقت مر على جمهوريه مصر العربيه. كل التعازي ودعوات الرحمه لها ولاسرتها كلها.